السلام عليكم يا شباب. النهاردة ان شاء الله هشرح درس النورمال ديستريبيوشن، وهو الدرس الاخير عندنا في المنهج، وهو ليه اسم تاني برضه، هو الكونتينيوس راندوم فاريابل. احنا الحصة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الديسكريت راندوم فاريابل، وكنت قلت لك ان اهم حاجة فيه ان الاكس لازم يكون ليها ارقام محددة. هنا في النورمال ديستريبيوشن او الكونتينيوس راندوم فاريابل، الاكس ممكن تاخد اي رقم، عشان كده بيتقال عليه كونتينيوس. طبعا ده الدرس الثالث في البروبابيلتي، فبالتالي لازم ما تنساش ان سيجما بي على طول تكون ايكوال 1. طيب دلوقتي النورمال ديستريبيوشن ده، هما لقوا ان اي حاجه في الدنيا لازم تفولو النورمال ديستريبيوشن. الجريدز بتاعتك في الاي جي، الهايت بتاع البني ادمين، اي حاجه لازم تفولو النورمال ديستريبيوشن. قال لك فالنورمال ديستريبيوشن ده بيترسم كيرف شبه البيل شيب كيرف، شبه الجرس. قال لك الكيرف دوت الاريا تحت، الاريا اندر جراف هي البروبابيلتي. وبان انا عارف ان البروبابيلتي ب1، يبقى انا عارف هنا ان الاريا دي كلها او البروبابيلتي دي كلها ب1. قال لك مش بس كده، قال لك النورمال ديستريبيوشن لازم الرقم اللي في النص يكون المين. قال لك يعني دلوقتي لو انا سالتك على المين هتقول لي مين هو في النص على طول، اللي هو الرقم اللي بيتكتب هنا. قال لك النورمال ديستريبيوشن بيتكتب بالطريقه دي، وده لما تيجي تقرا اكس، ودي علامه النورمال ديستريبيوشن، ميو اللي هي المين، سيجما سكوير، طبعا سيجما دي اللي هي ستاندرد ديفيجن. فلما نيجي في السؤال اللي بعده واكتب لك ان اكس بالنورمال ديستريبيوشن 150 100، يبقى انت المين بكام؟ قالك المين هو اول رقم اللي هو 150. طب الستاندرد ديفيجن بكام؟ قالك والله لو ده الستاندرد ديفيجن سكوير اللي هو الفاريانس ب100، يبقى الستاندرد ديفيجن ب10. قالك ماشي، قالك يعني دي هي ممكن تتكتب اكس 150 و10 سكوير. قالك هي فانت هنا المعلومتين اللي انت هتطلعهم ان الميو equal 150 وان السيجما equal 10. السيجما مش بتترسم على الكيرف، الميو هي اللي بتتحط اللي هي في النص. قالك طيب دلوقتي بما ان اي variable في الدنيا بيفول النورمال ديستريبيوشن، فده معناه ان انا ممكن اعمل لك تيبل اكتب لك فيه الفاليوز بتاعت الاكس والبروبابيلتي اللي قدامها، فانت تروح تجيب لي البروبابيلتي على طول. قال لك ممكن تعمل كده. قال لك بس بدل ما اديك تيبل لكل فاريبل في الدنيا، انا هديك حاجه اسمها ستاندرد نورمال ديستريبيوشن. الستاندرد نورمال ديستريبيوشن دي هي زد. قال لك يبقى انت اي فاريبل هديهولك في الدنيا لازم تروح الاول تحوله زد، وبعد كده تروح تشتغل. هتشتغل هنعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي. بس يبقى انت لازم تبقى عارف ان انت مش هينفع تشتغل بالفاريبل اللي عندك اللي هو اكس او واي او اي كان اسمه ايه، لازم الاول قبل ما تبدا تروح تحوله زد. قالك خلي بالك النورمال ديستريبيوشن ما ينفعش يجيب لك البروبابيلتي عند رقم معين. يعني لو انا قلت لك ان 150 اللي هي المين في النص، هات لي البروبابيلتي اوف 160 ايكوال كام، هتقول لي زيرو، لان النورمال ديستريبيوشن ما ينفعش يجيب لي البروبابيلتي اوف نمبر. هو بيجيب لي البروبابيلتي بتاعت رينج، يعني لازم تقول لي less than او before او in between. ما ينفعش تيجي تسالني على البروبابيلتي بتاع رقم معين، وده ساعات سؤال يجي يقول لك write down the probability of x equal 160، هتقول لي equal 0. طيب لو انت فتحت الباث بيبر، لو فتحت الباث بيبر بتاعتك هتلاقي في الاول خالص في تيبل. التيبل ده مكتوب عليه normal distribution function، وهتلاقيه كاتب زد. يبقى التيبل ده هو مين؟ هو الستاندرد نورمال ديستريبيوشن. يبقى انا زي ما قلت لك انت لازم تروح تحول الفاريبل اللي عندك زد، تدخل على التيبل تجيب الرقم. قالك طيب يعني دلوقتي الرقم اللي انا بجيبه من هنا ده البروبابيلتي ده هي اني بروبابيلتي؟ قالك خلي بالك انت عندك 4 كيسز ممكن يظهروا، هنشوفهم الاربع كيسز. قالك خلي بالك ان التيبل ده بيجيب لك كيس واحده منهم، وهي الكيس ان انت لازم الاريا اللي انت عايزها تكون اريا بفور وانا واقف على اليمين. يعني تعالوا نشرح في اول سؤال. دلوقتي هنا السؤال بعد لما اداني المين والستاندرد ديفيجن، وانا كتبت لك الرول دي المفروض تبقى حافظها بتاعت الزد، ازاي تحول من الاكس للزد.
قال لك find the probability that x is less than 160. زي ما قلت لك هو ما ينفعش يطلب منك x equal رقم، هو بيطلب منك range، هو عايز انا x equal 160. طبعا السؤال ده ما كانش مرسوم فيه الكيرف، فانا على طول بقول لك في اي سؤال normal distribution روح ارسم عشان ما تغلطش. فانت لما تروح ترسم اهو رسمنا الكيرف، وانا هنا حطيت 2 سكيل، انت مش مضطر تعمل كده بس ده هتسهل لك، سكيل بتاع الاكس وسكيل بتاع الزد. في السكيل بتاع الاكس انا عارف ان الرقم اللي انا جبته ده هو 150 هو المين، وانا عارف ان المين في النص يبقى دي 150. طب بما ان المين في النص، لو انا جيت قلت لك رايت داون، وخلي بالك دايما من رايت داون، ذا probability ان اكس less than 150، لو 150 في النص وانا عايز probability ان انا اصغر منها يبقى كام؟ قال لك يبقى هاف، لان انا عارف ان التوتال اريا او التوتال probability 1. يبقى انا لما اقول لك ان انا عايز قبل ال 150 تقول لي هاف وبعديها هاف، وما تنساش المعلومه دي. اجي هنا انا عايز البروبابيلتي ان انا اكس less than 160. طيب لو دي ال 150 يبقى ال 160 مكانها فين على الكيرف؟ قال لك يبقى مكانها هنا اهو اهي بعد ال 150. قال لك وانت عايز اني اريا؟ قلت له انا عايز اريا ب 4. قال لك ايه ده؟ يعني انت عايز اريا ب 4 اللي هي اريا كبيره وانت واقف على اليمين؟ قلت له اه. قال لك دي اسمها كيس 1، اسهل حاجه. ليه اسهل حاجه؟ قال لك لان هو ده الفاليو اللي ممكن تطلعها من التيبل، فبالتالي انت هتروح تجيب الفاليو من هنا وتكتبه على طول. طيب يبقى انا اول حاجه لازم اعملها انا عايز البروبابيلتي ان اكس اصغر من 160، بس انا ما عنديش تيبل للاكس، لازم اروح احولها زد. يبقى دي اول خطوه، اجي هنا اقول ان الزد ايكوال الاكس اللي هي 160 ماينس الميو اللي هي 150 اوفر ستاندرد ديفيجن اللي هي 10، يطلع 10 اوفر 10 اللي هي 1. يبقى الزد بكام؟ قال لك يبقى الزد ب 1. طيب روح على الكيرف، روح على التيبل قصدي، ودور فين الزد ب 1. طبعا هتلاقي الزد قاعده بتزيد، هتلاقيها مكتوبه في 5 كولمز، فانت اول كولم ده مش موجوده فيه زد ايكوال 1، هتدخل في الكولم اللي بعده هتلاقي اخر فاليو خالص الزد ايكوال 1، ودايما اخر فاليو في الكولم بتلاقيه بيبدا فيها في الكولم اللي بعده، فما تستغربش ان هي متعاده. يبقى انا عايز الزد ايكوال 1، لما دخلت عند الزد ايكوال 1 لقيت ان البروبابيلتي بكام؟ 0.8413. ده معناه ان البروبابيلتي اوف زد، ما هي خلاص ال1 دي هتبقى هنا اهو. قال لك طب خلي بالك كمان، مش انا قلت لك الاكس بتتكتب كده اهو ميو وزيرو سكوير؟ قلنا له اه. قال لك الزد على طول بتبقى زيرو وون، فده معناه ان الزد المين بتاعها على طول بزيرو والستاندرد ديفيجن ب 1. قال لك طب دلوقتي تاش 1 سكوير؟ قلت له عشان 1 سكوير هي 1، بس لو مضايقاك اهي. طيب يبقى انا هاجي هنا اهو، انا خلاص حولت دي جبت الزد ب 1، يبقى انا من التيبل البروبابيلتي ان الزد تبقى اصغر من 1 اللي هي البروبابيلتي ان الاكس تبقى اصغر من 160 اللي انا اصلا عايزها ايكوال 0.8413 من التيبل على طول. دي كده كيس 1. طب تعالوا ندخل نشوف الثلاثه كيسز التانيين عشان نعرف الفرق بينهم ايه. خلي بالك ان انا قسمت البورد حتتين، الجزء اللي على الشمال ده لما يكون الراجل عايز البروبابيلتي، طب الجزء اللي على اليمين ده هنشوفه كمان شويه هو مديك البروبابيلتي وعايز الرقم، فسيبنا منه دلوقتي. طب تعالوا نكمل في الجزء بتاعنا ده، الكيرف اهو وانا عايز فايند بروبابيلتي ان اكس اكبر من 160. تعالوا نروح نرسم الحاجات اللي احنا متعودين عليها. انا هحط هنا سكيل للاكس وهنا سكيل للزد، هنا الاكس المين ب 150 لكن المين بتاع الزد بزيرو، وانا بيقول لي فايند اكس اكبر 160، فروحت رسمت هنا 160. وانا المره دي عايز اريا افتر اللي هي دي، عرفت ان هي افتر عشان بيقول لي اريا جريتر ذان، هنا كان بيقول لي اريا ليس ذان بيفور، هنا اريا جريتر ذان، فيبقى انا عايز اريا افتر. وهي دي كيس 2. قال لك في كيس 1 انا كنت عايز اريا دي على طول بتتجاب من التيبل،
قال لك طيب دي مش موجوده في التيبل، لان انا التيبل ما يقدرش يجيب لي غير اريا بي 4 ولازم اكون على اليمين، يعني التيبل ما يقدرش يجيب لي غير الاريا دي. قال لك ماشي، بس احنا في معلومه مهمه قوي انت قلتها مستر في اول حصه وقلت لنا ما تنسوهاش، وهي ان السيجما بي ايكوال 1. فده معناه ان البروبابيلتي انت ممكن تروح تحول بقى. طبعا انا مثبت كل الارقام علشان تبقى اسهل، فانا هستخدم الارقام دي، بس انت في الامتحان هيجيب لك كيس 2، فانت عشان تحل كيس 2 هتضطر تروح الاول تجيب اريا بي 4 اللي احنا جبناها هنا، وبقى تعمل 1 ماينس. فانا هشتغل على طول، يبقى انا عارف هنا ان البروبابيلتي ان الاكس تبقى اكبر من 160 equal 1 minus the probability ان x less than 160 اللي هي 1 minus 0.8413. يبقى 1 minus 0.8413 تطلع الاريا افتر اللي انا عايزها ب 0.1587. قالك طيب سواء انت في كيس 1 او كيس 2 او اي كيس، ازاي تتشك ان انت شغال صح؟ قلت له هو انا هنا الاريا بتاعتي اللي انا كنت عايز اجيبها اريا كبيره ولا لا؟ قلنا له يعني اريا كبيره؟ قالك مش الاريا بتاعتي فيها نص الاريا؟ قلت له اه. قال لي يبقى دي اريا كبيره. قلت له ماشي. قالك مش انا عارف ان نص الاريا ب 0.5؟ قلت له اه. قال لي يبقى طالما الاريا الكبيره بتاعتك طلعت اكبر من 0.5 يبقى انت شغال صح. هنا انا عايز الحته الزرقاء، الحته الزرقاء دي اللي هي اريا صغيره، يبقى لازم تطلع اصغر من 0.5. طيب تعالوا نشوف كيس 3. كيس 3 ان هو اهو نفس الارقام برضو زي ما قلت لكم، ثبت كل حاجه. تعالوا نروح نرسم النورمال ديستريبيوشن. سكيل الاكس وسكيل الزد. انا عارف ان المين هنا 150 والمين هنا 0، وانا عايز اريا اكبر من 140، يبقى دي 140. وانا عايز هنا قلنا له خلي بالك التيبل ما بيقدرش يشتغل غير وانا على اليمين وانا هنا على الشمال. قال لك ماشي، بس خلي بالك النورمال ديستريبيوشن ده سيمتري. سيمتري معناها ان كل حاجه على اليمين بتتكرر على الشمال وهكذا. قلت له طيب ما ترسم كيرف جديد. قلنا له ماشي. لما نروح نرسم كيرف جديد ونرفلكت الحته دي على اليمين عشان اقدر استخدم التيبل. قال لك روح ارسم تيبل جديد، قصدي كيرف جديد اهو، وده الاكس وده الزد وده الرقم في النص اللي هو 150 وده 0. قال لك لو انا كنت عايز هنا 140، هو الفرق بين 140 و 150 كام؟ 10. قال لك زودها هناك. قال لك ايه ده، يبقى الرقم ده 160. قلت له صح، بس خلي بالك انت هنا كنت عايز اريا جريتر ذان اللي هي اريا كبيره، هنا فين الاريا الكبيره؟ قال لك اريا بيفور. قلت له بالظبط، فلما تعكس الرقم الاريا كمان بتتعكس، فيبقى انا عايز اريا بيفور. كده انا حولت من كيس 3 لكيس 1. يبقى انا دايما في اي كيس من الكيسز لازم ارجع لكيس 1. هنا كيس 1 دخلت على طول جبت رقم من التيبل. هنا كيس 2 رحت الاول جبت كيس 1 وبعد كده عملت 1 ماينس. هنا استخدمت الريفليكشن عشان هي سيمتري ورحت حولت كيس 3 لكيس 1. اجي هنا خلاص بقت سهله، انا عايز البروبابيلتي اصغر من 160. قلت له طيب هنا انا عارف ان البروبابيلتي ان اكس تبقى اكبر من 140 هي البروبابيلتي ان اكس تبقى اصغر من 160 بالسيمتري اللي هي احنا كنا جايبينها هنا اللي هي تبقى 0.8413. ندخل على كيس 4. بيقول لك find the probability ان x اصغر من 140. طب تعال نرسم عشان نقدر نتخيل.
الميم بتاع الاكس 150 هنا 0، انت عايز 140 وانت عايز الاريا بيفور، انت عايز الاريا الصغيره دي. قلت له تاني ظهرت عندي نفس المشكله ان انا ما اقدرش اشتغل وانا على الشمال. قلت له ماشي روح استخدم الريفليكشن وخليه على اليمين. فروحت رسمت كيرف جديد دي الاكس ودي الزد 150 0 ال 140 تبقى هنا 160 والاريا بيفور هنا تبقى اريا افتر اللي هي دي. قلت له خلاص انت كده حليت اول مشكله وان انت نقلت الشكل بتاعك من ان انت شغال على الشمال لشغال على اليمين. اصبح عندك المشكله الثانيه ان انت التيبل بتاعك ما بيجيبلكش غير اريا بفور. قلت له اه انا كده حولت كيس 4 لكيس 2 ان انا خلاص بقيت عايز اريا صغيره فانا عارف ان التوتال اريا بكام ب 1. قال لك يبقى هعمل برده 1 ماينس. قلت له تمام يبقى انا عارف هنا ان الاكس probability ان الاكس تبقى اصغر من 140 هي البروبابيلتي ان اكس تبقى اكبر من 160 هي 1 ماينس بروبابيلتي اوف اكس اصغر من 160 اللي هي 1 ماينس 0.8413 اللي هي ايكوال 0.1587. يبقى انت خلي بالك انت كده كده لازم اي كيس عندك ترجعها كيس 1 عشان تعرف تشتغل. عشان كده هو اوقات كتير ما بيسالش على كيس 1 لان هو لو جاب لك كيس 4 او كيس 3 او كيس 2 انت لازم ترجعها كيس 1. فهو ممكن يدخل على طول السؤال دوت يجيب لك فايند البروبابيلتي ان اكس اصغر من 140. فانت الاول لازم ترسم عشان تعرف تتخيل. رحت رسمت 140 لقيت ان انت على الشمال فروحت رسمت رسمه جديده خليتها على اليمين. لقيت نفسك ان انت اريا صغيره فروحت الاول جبت اريا الكبيره اللي هي دي وبعد كده عملت 1 ماينس. كده احنا خلصنا 40% من الدرس. ال 40% التانيين زيه بالظبط لكن كل الفرق ان هو بدل ما يديك الرقم اللي هو 140 ويطلب منك البروبابيلتي المره دي هو بيديك الرقم اللي هو 140 او قصدي سوري بيديك البروبابيلتي ويقول لك هات لي الرقم اللي قبليه او بعديه الاريا دي. تعال نشوف ازاي. يبقى احنا اهو هندخل في النص التاني من البورد ان هو if the number is required يعني انا المره دي عايز النمبر. اول حاجه اهو انا مستخدم نفس برضو المين والستاندرد ديفيجن وبيقول لك given that the probability of x اصغر من x. انا عارف الموضوع ده بيلخبط واتكلمنا عليه في الدرس اللي فات بس من الاخر فكر فيها ده الاكس الفاريبل بتاعنا وده الرقم اللي انا عايز اجيبه. فمن الاخر انا عايز الاري البروبابيلتي ان انا اصغر سيبك من دي انا عايز البروبابيلتي ان انا اصغر من الاكس تبقى 0.8413. تعال نقراها بالراحه عشان هنا رسمه تبقى صعبه. عشان تعرف ترسم محتاج الاول تفكر. هو لما يقول لي البروبابيلتي اوف اكس less than x 0. كذا كذا معناها less than معناها before صح يعني انا اريا قبلي 0.8413. طيب تفتكر ابقى واقف فين عشان تبقى اريا قبلي 0.8413 150 0. سؤالي بقى ابقى واقف فين علشان تبقى الاريا او البروبابيلتي بيفور 0.8413. لو انا واقف هنا اهو في اي حته على الشمال ده معناه ان الاريا قبلي اريا صغيره فما ينفعش تبقى 0.8413 لان انا عارف ان الحته دي كلها ب 0.5. قال لك يبقى انا عشان تبقى الاريا قبلي 0.8413 لازم اكون واقف في اي حته على اليمين. قلت له دي مهمه جدا صح. يبقى انا عارف ان الاكس بتاعتي هنا اهو وانت عايز اني اريا. انا عايز اريا انا عارف ان الاريا قبلها اللي هي دي كلها بكام 0.8413. قال لي تمام. قلت له خلاص يبقى انت كده عرفت ان انت كيس 1. هتدخل بقى على التيبل بس بالعكس المره دي بدل ما انت داخل بالزد عشان تجيب البروبابيلتي انت المره دي هتدخل بالبروبابيلتي عشان تشوف الزد. ف
فانا هدخل على البروبابيلتي وادور على في الكولوم بتاع البروبابيلتي اللي هو الفاي ده على 0.8413، هروح الاقيها الاقي ان الزد بكام؟ ب1، يبقى انا خلاص عرفت ان الزد ايكوال 1، يبقى انا كده ماشي بالعكس، يبقى الزد ايكوال 1. طيب مش كان في رول للزد ان الزد ايكوال اكس ماينس ميو على ستاندرد ديفيجن؟ قلت له اه. قال لي انا اسف هنا الزد هي البون، يبقى الزد ب1 ايكوال الاكس اللي انا عايز اجيبها ماينس الميو اللي هو 150 اوفر الستاندرد ديفيجن اللي هو 10. روح اعمل كروس مالتيبليكيشن، تبقى 10 ايكوال اكس ماينس 150، يبقى الاكس ايكوال 160. كيس 2 بيقول لك given that ال probability ان انا اكبر من رقم ايكوال 0.1587. طب قبل ما نفكر تعال نروح نرسم النورمال ديستريبيوشن. ده سكيل اكس وده زد، ده 150 0. هنا بقى ابقى واقف فين عشان تبقى الاريا افتر؟ طبعا خلي بالك دي لازم تخلي بالك، هنا اهو، هنا اريا بيفور كانت 0.8413 يعني اريا كبيره، هنا اريا افتر صغيره. ابقى واقف فين عشان تبقى اريا بعدي رقم صغير قوي؟ قال لك تبقى واقف على اليمين، لان انت واقف اي حته في الشمال الحته اكبر منك هتبقى اكبر من 0.5. ابقى انا واقف هنا اهو وعارف ان هي دي اكس اللي انا عايز اجيبها، وان انا معايا دي ب 0.1587. قال لك ماشي انت صحيح شغال على الشمال، بس انا التيبل ما بيجيبش اريا صغيره، لازم يجيب اريا بيفور. قلت له خلاص روح اعمل 1 ماينس عشان تجيب اريا بيفور اللي هي دي. قال لك يبقى انا عرفت ان دي 0.8413. قلت له ماشي يبقى انا عارف ان اريا 0.8413 اللي هي نفس الاريا ديت، هروح اشتغل عشان اجيب الزد. هدخل على التيبل، جبت الزد ب1 وجبت الاكس ب160. فواحد خد باله قال لي ايه ده، يعني هنا هنا وهنا وهنا اهو الاكس نفس الرقم؟ قلت له اه، وده معناه ان انت على عكس الاريا، لو انت هنا دخلت بالرقم هتلاقي ان اريا قبله رقم اللي هي probability before غير probability after، two numbers مختلفين. لكن انت هنا في البورد على اليمين لما يكون هو عايز الرقم، انت الرقم ده ممكن تجيبه بتو probabilities، يا اما probability after يا اما probability before، والاثنين هيدوك نفس الرقم. طيب case 3 بيقول لك given that probability of x اكبر من x 0.8413. تعال نروح نرسم. دي 150. أبقى واقف فين عشان تبقى الاريا افتر رقم كبير؟ هي اريا افتر رقم كبير. أبقى واقف فين عشان تبقى اريا افتر رقم كبير؟ قلت له لازم ابقى واقف على الشمال عشان تبقى اريا بعدي رقم كبير. يبقى انا واقف هنا اهوت وادي الاكس، وانا عارف ان الاريا افتر ب 0.413. احنا طبعا عارفين ان احنا ما ينفعش نشتغل وانا على الشمال، فاروح ارسم كيرف جديد اهو. كله ركز معايا هنا بقى، لان دول اصعب حاجتين من التمانية كلهم. انا اهو اكس زد 150 0. هنا بقى ركز، قالك دلوقتي انت لما ترسم رسمة جديدة هتبقى عاملك ده اهو صح؟ قلنا له اه. قالك ما ينفعش تسمي لي ده اكس. قلت له ليه؟ قالك اصل خلي بالك في البروبابيلتي ما كانتش مختلفه لما تعمل لي ريفليكشن وتقول لي ان دي زي دي، لان انت كان عندك الرقم فغيرته. يعني ايه؟ يعني ايه؟
قلت له يعني خلي بالك دي 140، لما رحت عجزتها هناك بقت كام؟ قال لك 160. قلت له طيب ده معناه ان انت الاكس دي لما تروح ترسمها ان هو مش تبقى اكس؟ قلت له اه. هتبقى كام؟ قال لك هتبقى 150 بلس الحته ديت. قال لك طب عشان ما نلخبطش نفسنا تعالى نروح نجيب الزد على طول. يعني ايه؟ يعني تعالى نشتغل هنا على سكيل الزد. فلما اروح بسكيل الزد انا عارف ان الاريا دي ب 0.8413 ان هي اريا كبيره. دخلت على التيبل فجبت الزد ب 1. قال لك انت هنا قدامك حلين، يا اما تحول ال1 لاكس وبعد كده تشوف فرق ده كام وتطرحه هنا، يا اما تحول الزد للنيجاتيف وتحولها اكس. هعملها بالطريقتين هنا عشان تفهموا. اول طريقه ودي اللي انا بفضلها ان انا عارف ان الزد في النص بزيرو ودي 1، يبقى الريفليكشن اللي زيها الناحيه التانية كام؟ نيجاتيف 1 صح، يبقى دي نيجاتيف 1 لان الفرق هنا 1 يبقى فرق هنا 1. قال لك روح عوض ايكويشن الزد، يبقى زد ايكوال اكس ماينس ميو على ستاندرد ديفيجن، الزد بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1 ايكوال الاكس اللي انا عايز اجيبها ماينس 150 اوفر 10. روح اعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى نيجاتيف 10 ايكوال اكس ماينس 150 يبقى الاكس ايكوال 140. طب الطريقه الثانيه ان واحد بعد لما جاب الاكس ب 1، طبعا بقى بالاحمر، بعد ما واحد جاب الاكس ب 1 راح يحولها زد اكس، فقال لك الزد ايكوال اكس ماينس ميو على ستاندرد ديفيجن الزد ب 1 يبقى 1 ايكوال اكس اللي انا عايز اجيبها ماينس 150 اوفر 10. راح جاب الاكس ب 160، قال لك بس خلي بالك الاكس اللي انت جبتها دي هنا اهو. وبعد كده بص لقى ان الفرق بين ال 160 وال 150 10، فراح شالها هناك يبقى دي 140. يبقى انت سواء اشتغلت بالطريقه دي، طريقه الزد ان انت تحول الزد بعد كده تحولها اكس، او تحولها اكس من اول من الاول براحتك، لكن انا بفضل ان انت تستخدم الزد. ليه؟ لان الزد اسهل، لان زيرو، فانا عارف ان اي رقم هنا بالبوزيتيف هيبقى الريفليكشن بتاعه زيه بالنيجاتيف، فبتبقى اسهل. طيب تعالوا نتمرن اكتر في كيس 4. كيس 4 بيقول لي ابقى واقف فين عشان تبقى البروبابيليتي قبلي رقم صغير، قبلي رقم صغير وتاني رقم صغير يعني اصغر من 0.5. رحت رسمت النورمال ديستريبيوشن، ابقى واقف فين عشان تبقى الاريا قبلي رقم صغير قوي؟ قالك تبقى واقف هنا اهو على الشمال، ويبقى انت واخد الاريا دي ب 0.1587. قالك ماشي، خلي بالك ان انت هنا على الشمال فما ينفعش تشتغل، لازم تروح تحولها على اليمين. فروحنا رسمنا رسمه جديده، ديت 150 زيرو، وقال لك الاريا الصغيره دي تتقلب هناك تبقى الناحيه الثانيه اللي هي دي، ودي تبقى 0.1587. ونفس الطريقه اللي احنا عملناها، انا ما ينفعش اشتغل بالاريا الصغيره، فالاول هعمل 1 ماينس واروح اجيب الاريا دي بكام، تطلع 0.8413. هدخل على التيبل ب 0.8413 الاقي الزد ب 1، اروح اعمل ريفليكشن تبقى نيجاتيف 1، اعوض اجيب الاكس ب 140. جبنا اكس 140 ازاي؟ عوضت نفس خلاص الطريقه، انا عندي اكس بنيجاتيف 1 رحت عوضت بيها وجبت الاكس 140. ده كده خلصنا 80% من الدرس. طب ايه بقى يا مستر ال 20% الناقصين؟ قال لك طب تعالوا قبل ما اقول 20% دي اوريكم اكزامبل الاول، تو اكزامبلز كده، وبعد كده اقول لكم ال 20% دي. ده شباب مي 12، اكزام مي 12 نمبر 6، مي 12 نمبر 6 الاول
بدأنا بيقول لك the height of an adult female population are normally distributed with mean 162 and standard deviation 7.5. هاجي هنا ده May 12 قلنا May 12 question 6 فبيقول لك the height of an adult female population are normally distributed with mean 162 and standard deviation 7.5. قال لك find the probability. اولا بيقول لي find the probability يبقى انا عارف ان انا بنقي من واحده من الاربعه دول. that a randomly chosen adult is taller than 150. طب قبل ما افكر انا واقف فين لازم اروح ارسم الاول. هروح ارسم المين 162 وانا عايز ان انا taller than 150. دي 150 يبقى انا عايز دي. طب هي دي اني كيس من الاربعة؟ قالك دي كيس 3 ان انا واقف على الشمال وعايز area after. طيب علشان احولها لازم ارسم كيرف جديد. فاروح ارسم كيرف جديد دي 162. قالك خلي بالك بقى الفرق بين 162 و 150 كام؟ قالك 12. قالك زودهم من الناحية التانية. فلو لما تزودهم من الناحية التانية دي تبقى كام؟ 174. والاريا الكبيرة هنا بقت الاريا دي. قالك يبقى انت كده حولتها كيس 1. ادخل على التيبل الاول روحت الزد يبقى الزد equal x اللي هو 174 minus المين over standard deviation اللي هو 7.5. تطلع دي الz قصدي تطلع الz 1.6. دخلنا على الz 1.6 جبنا الاريا طلعت الاريا 0.9452. يبقى انت لازم اول حاجه تروح تعملها تحدد هو عايز البروبابيلتي ولا النمبر. بعد كده انا اني كيس وازاي احولها كيس 1. طيب بقى قال لك ساره از يانجر شي فيزيتس هير دكتور اند از تولد ذات شي از ذا 60th بيرسنتايل. يعني ايه 60th بيرسنتايل؟ قال لك بيرسنتايل يعني الرقم اللي قبليه البرسنتج دي. يعني 60th percentile هو الرقم اللي قبليه 60%. هي دي التريك. فانت لما تروح هنا ترسم انا عارف ان انا لما اجي ارسم هنا اهو قبليه 0.6. طب ابقى واقف فين عشان قبليه 0.6؟ لازم ابقى واقف على الشمال. ابقى واقف هنا اهو وانا عارف ان المين 162 وانا هنا اهو ابقى واقف على اليمين قصدي. يبقى هي دي اني كيس دي كيس 1 وتروح تشتغل دي 0.6 وتروح تشتغل تجيب اللي بعديها. قالك بس هنا في بقى تريك وهو ده اللي هيخلينا ندخل دي دخلتنا على 20% ناقصين. قالك لو انت فتحت التيبلز من قدام هتلاقي بعد التيبل ده اللي احنا استخدمناه هتلاقي تيبل صغير. التيبل الصغير ده في 12 فاليو بس. قال لك خلي بالك التيبل الصغير ده انت بتستخدمه لو تحقق 3 conditions only. قال لك اولا عشان تستخدم التيبل الصغير ده لازم يكون معاك probability. يعني هناك في التيبل الكبير كان ممكن يبقى معايا probability او الرقم. قال لك هنا لا لازم يكون معاك probability. يبقى هنا اول condition لازم يتحقق probability must be given. تاني كونديشن مش اي probability. ده انت لازم probability اللي معاك تبقى probability
افتر او تبقى معاك السمول اريا. يبقى هنا probability must be after او خلينا نقول small area او probability طبعا يعني. لو area ملغوطاكو يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش استخدم التيبول الكبير هنا في كيس زي دي. قالك عشان تستخدم التيبول الصغير لازم تكون معاك البروبابيلتي زي الكيسز دي، ومش بس كده لازم تكون عايز اريا صغيره. طب وانا فين الاريا الصغيره؟ قال لك كيس 2 او 3. قلت له صح. قال لك بس في كونديشن تالت لازم يتحقق، ان لازم البروبابيلتي يبقى رقم قريب من قلبي. يعني ايه رقم قريب من قلبي؟ قال لك لو انت بصيت على الارقام اللي في التيبل هنا هتلاحظ حاجه غريبه قوي. ال 12 رقم دول هو مش اي رقم. البروبابيلتي هنا 0.5 يعني انا واقف في النص. هنا البروبابيلتي 0.4 0.3 0.2 0.15 0.1 0.05. ال 12 رقم دول هو ارقام قريبه من قلبك، فانت اول لما تشوفها لازم تحس ان انا هستخدم التيبل الصغير. طب نرجع للسؤال بتاعنا تاني واوريك ازاي. يعني انا هنا لما يقول لي ان انا الاريا او البروبابيلتي بيفور 60%، لو انا اريا بيفور 60%، لو انت اول واحد طبعا الطالب الطيب قال لك ايه ده، دي كيس 1، ده انا عندي البروبابيلتي بيفور وانا على اليمين فهدخل استخدم التيبل. فراح يفتح التيبل الكبير ما لقاش 0.6، قعد يدور كويس قوي ما لقاش 0.6، لقى 0.6026 دي اقرب واحده. قال لك ايه ده، يعني هعمل ابروكسيميشن؟ قلت له لا. قال لي ليه بقى؟ قلت له ان انت لو فتحت التيبل الصغير هتلاقي عندك 0.4، وانت ال 0.6 دي ممكن تروح تحولها تقول لي لو هي اريا بيفور 0.6 يبقى البروبابيلتي افتر 0.4، ولو البروبابيلتي افتر والبروبابيلتي معايا يعني التو كونديشنز دول اتحققوا و 0.4 رقم من ال 12 القريبين من قلبي، يبقى انا هدخل استخدم انهي تيبل؟ قال لك هتستخدم التيبل الصغير. قلنا له صح. فدخل التيبل الصغير عند 0.4 جاب الزد. خلي بالك اللي انت بتجيبها دي مين؟ الزد. فلما جاب الزد راح حولها وجاب الاكس، يبقى انا جبت الزد ب 0.2533 حطها هنا وعوض بالمين وجاب الرقم اللي هو عايزه. طيب تعال هنا، ده امتحان كام؟ جان 11 question 8 بيقول لك the weight x grams of a soup put in a 10 by machine A is normally distributed with mean 160 and standard deviation 5. قال لك a 10 is selected at random, finds the probability that it contains more than 168. روحنا نرسم عشان نعرف اتخيل. المين 160، هو بيقول لي انا عايز probability ان هو اكتر من 168، يعني انا عايز دي. اني كيس دي؟ قالك ده كيس 2 وانا شغال على الجزء اللي على الشمال عشان انا معايا البروبابيلتي. دخلت ال 186 استخدمت الزد حولتها زد، دخلت على التيبل جبت البروبابيلتي عملت 1 ماينس عشان اجيب الاريا الصغيره وزيها زي دي بالظبط. يعني هروح اجيب الزد فالزد تبقى ايكوال 168 ماينس 160 اوفر ستاندرد ديفيجن اللي هو 5. جبت الزد 1.6، يعني جبت اريا بفور ب 0.9452، عملت 1 ماينس جبت ديت ب 0.0548.
باكي قالك the weight stated on the tin is w grams. قالك find w such that in the probability of x أصغر من w. هنا عشان ما تلخبطش بدل ما أقولك x أصغر من x قالك x أصغر من w. عشان هي بتكلم على الويت والويت كان w. قالك فإن ال x تبقى أصغر من رقم 0.01. تعال نروح نرسم عشان نعرف نتخيل. رحت رسمت رسمة جديدة وخلي بالك المعلومة اللي أنا هقولها دلوقتي أنا ما قلتهاش لسه بس هي مهمة جدا. كل part في النورمال ديستريبيوشن تروح تغير له وترسمه رسمة جديدة. ركز كل بارت ترسم رسمه جديده. فانا روحت رسمت رسمه جديده. المين هو هو 160. هو بيقول لي ابقى واقف فين عشان تبقى اريا قبلي 0.01. ابقى واقف هنا اهو عشان تبقى قبلي 0.01 الحته دي. قالك بس انا ما ينفعش اشتغل على الشمال. قلت له ماشي روح حولها وخليها على اليمين. فرسم رسمه جديده عمل كده اهو. قالك اهو دي 160 ودي كده اهو ال 0.01. قلت له ماشي. قال لي طب انا هروح اعمل 1 ماينس فدي تبقى 0.99. طيب لما راح في التيبل يدور طبعا في واحد لماح قالك ايه ده يا مستر ده 0.01 ده كان رقم من ال 12. قلت له شاطر. واحد تاني قال لي لا ده راح مصمم يجيب ال 0.99 دخل على التيبل الكبير ما لقاهاش فيها بدا يفهم ان 0.01 دي هي اريا افتر والبروبابيلتي عندي ورقم قريب من قلبي. فتح التيبل الصغير وشاف البروبابيلتي لما تكون 0.01 اهي جاب الزد 2.3263 وحول من الزد للاكس وجاب الرقم. بس خلي بالك ان الرقم اللي انت بتجيبه هنا دي التراك اللي احنا كيس رقم 4 هنا اهو ان انت لازم ترجعه تاني. فلما تعمل كده اهو وتدخل هنا اهو تجيب الزد عند 0.01 هتلاقي الزد ب 2.3263. اوعى تنسى اصلك. يعني اوعى تنسى اصلك احنا اصلا كنا على الشمال فلازم ترجعها. فقال لك خلاص لو دي 2.3263 يبقى اختها هنا نيجاتيف 2.3263. قلت له صح. قال لك وانا عايز دي يبقى انا هعوض نيجاتيف 2.3263 ايكوال الدبليو اللي انا عايز اجيبها ماينس المين اللي هو 160 على ستاندرد ديفيجن مش فاكر كان بكام اللي هو كان مديهولك تجيب الدبليو. طيب كده خلصنا 95%. طب ايه 5% بقى اللي فاضله؟ احيانا بيروح الراجل وهي دي يعني ايه يعني بتبقى اغلى فكره يروح يجيبها ان هو يديك 2 equations. فيروح مثلا يقول لك بعد ما اداك خلاص ان x بتفاري مع 150 و100 قال لك خلي بالك اداك تو انفورميشنز. اول واحده قال لك ان البروبابيلتي ان الاكس سوري يا جماعه هو ما اداكش دوت هو السؤال اللي انا بقول عليه لما يغلس مش هيديك دي ولا دي. هو هيقول لك probability ان اكس تبقى اصغر من 160 equal 0.3 والبروبابيلتي ان اكس تبقى أكبر من 180 equal 0.1. قالك given the two information دول find الميو and standard deviation. طيب هو هنا تريك بس حلها ان انت ترسم. انت عندك two conditions وانت عايز two unknowns يبقى تعمل two equations in term of ميو و standard deviation. يعني انت عندك probability تروح تجيب الزد تعوض في equation الزد مرة هنا اهو ومرة تجيب equation الزد هنا اهو وتحلهم simultaneous تجيب الميو والstandard division. دي كده الافكار كلها. عشان ما تتلخبطش حاول دايما ان انت تحدد انت شغال في اني كيس. الكي ان انت ما تتلخبطش في الدرس ده ان انت اول لما تدخل على اي سؤال تشوف انت اني كيس وانت شغال عايز تجيب البروبابيلتي ولا عايز تجيب الرقم. دي اول حاجه انا على الشمال ولا على اليمين اصلا هنا في البورد. انا عايز البروبابيلتي
سوري، انا عايز البروبابيلتي ولا عايز الرقم؟ دي اول حاجه تحددها. بعد كده تحدد انا اريا، انا كيس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. وتالت ستيب تحولهم كلهم ايا كان الكيس اللي عندك لكيس 1. كده الدرس خلص، وكمان المنهج خلص يا شباب، وشكرا وجود لك.